فيكم مرة تانية في باتمانيا. وين هاي باتمانيا؟ هذه استراليا. هاي مدينة؟ مدينة مانا. معكم جوانا الشريف وجمال الشريف، بنحكي لكم عن باتمانيا، قصدي مدينة ملبورن. فعلا كان اسمها هي باتمانيا لأنه أول واحد اكتشفها هو اسمه باتمان، عشان هيك سموها باتمانيا أو باتمان لاند. صحيح، give me five. مظبوط جوانا بتحكي صح. اول ناس اكتشفوا باتمانيا اللي هم ابروجينال، هم اللي عاشوا هون، بس اول واحد من الاوروبيين اجا على هاي المدينة كان اسمه باتمان، وعلى هيك سموها باتمانيا، وبعدين تغير اسمها الى ملبورن. بس اليوم مش عم نحكي عن ملبورن، نحكي عن شغلة في 1922 صارت اشهر شغلة او بدأت اكتشافها في استراليا، اسمها فيجيمايت. فيجيمايت شغلة كتير كل الأستراليين مشهورين بحبوها كتير وبكلوها دائما لأنه بيعتبروها أكلة شعبية. هذه الفيجيمايت هي عبارة عن واحد كيميائي اكتشفها في سنة 1922 في أستراليا، عبارة عن ملح وخميرة وبصل وسيلريز. طبعا اسمه هو فريد وولكر. الفيجيمايت الأستراليين كتير براود اوف ات لأنهم استخدموها في الحرب العالمية الثانية، وكانت معهم في كل الشنط الأكل اللي موجودة، وعشان هيك هم بيحبوها. طبعا حنجرب طعمها الآن. نسبة الملح فيها 8.6%، يعني لو بتقارنها لمية البحر اللي فيها 3.8%، ضعف ملح البحر. عادة بوكلوها هم، طبعا الرئيس اوباما حكى عنها انه طعمها مش زاكيه، بس احنا بدنا نجربها اليوم. وشركه كادبري عملت منها شوكولاته بالفيجيمايت، وكانت مشهوره كثير هاي الشوكولاته. شركه كرافت صنعتها لمده 80 سنه، كانت احتكار لشركه كرافت في سنه. ريحتها حلوه بس يمكن ما تكون زاكيه. هلا بدنا نشوفها، بدنا نشوفها في سنه 1000 هدول المصورين اللي ورا هذا. سنة 2017 شركة بيجا الأسترالية اشترت الحقوق تبعت الصنع ب 460 بليون دولار عشان تقدر يرجعوها وتصير مرة تانية Proud Australian Products. عادة كيف الأستراليين بوكلوها؟ طبعا بيستخدم بحطوا باتر صح؟ هلا أنا وجوانا بدنا نجربها، بحطوا على خبزة طبعا عادة توستد، احنا بدنا نجربها مش توستد. يلا جوانا كويسة، لا كويس مش كثير بطل عشان طبعا في ناس بحطوا كتير فيجيمايت. خلينا نجرب شوية عشان هذا أول مرة، عشان أول مرة زي الشوكولاتة، زي الشوكولاتة هي. احنا بنفكر زي الشوكولاتة بس ولا مرة جربناها. طيب خلينا نجرب طعمها اليوم. طبعا بدنا نجرب. في ناس بيفكروها زي الشوكولاتة، يعني هم الشوكولاتة. مظبوط. يلا جوانا واعطي المصورين. طيب بسم الله. أنا مش عارف شركة كادبري كيف عملت منها شوكولاتة بس أنت بتاكل ملح، يعني فيها فيتامين بي بيحكوا، مش عارف. بس شو رأيك يا جوانا؟ مش زاكية؟ جوانا بتحكي مش زاكية. أنا هخلص هاي وراكو في فيلم آخر أو بحلقة ثانية. اعملوا سبسكرايب لهذا الفيديو عشان جوانا مش عشاني. باي باي. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.